المحطه الطرقيه ويرمينا في الصبع. يعني المحطه الطرقيه اللي ملينا فيها الان خصها تكون بواحد الاحتلال كتشوفوا ما كتشرفناش نهائيا. انا بعدا بالنسبه لي كنقول لك كمهني كسائق مهني 28 سنه 27 سنه طالع في 28 سنه بالنسبه للمحطه الكناس يعني ما غتشرفنيش. علاش ما غتشرفنيش؟ لان الانسان محلو انت كبصفتك جيتي عطيتيني هذه الملاحظه اللحظه معك. يعني غنجيو ندورو انا وياك في المحطه تاع الكناس كامله بالارصيفه بالمقهى بوسط المحطه بالشبابيك الطرقيه بالدخله ديالها بالخرجه وباب وحده. فين كاين في التاريخ باب وحده في المحطه الطرقيه؟ ما كايناش في المغرب كامل باب كتشتغل في الدخله والخرجه، ما ممكنش. الان حنا راه في 2022 راه حنا في التقدم والازدهار راه حنا في الرفاهيه. شنو الفرق ما بين المحطه نتاع طنجه ومحطه اذا احنا واحد السؤال هنا ضعتي واحد السؤال وجيز. اذا المحطه الطرقيه ديال طنجه كانت المحطه اللي ديالها شويه، الان رجعت المحطه اللي هي غاده بواحد الترتيبات عاليه مواصفات يعني مواصفات عالميه بليسانسور ديالها بالدروج الكتريك بالقيشيات بار كيخبطوا بداك الشيء ديال المسائل ديال بالوراق ديالهم يعني في السيستيم. يعني مثلا المهم كاين واحد النظام اللي هو جد جد عالي. حنا شنو بغينا بالنسبه للمحطه تاعت مكناس ومدينه مكناس اللي عندها واحد الشريف وعندها تاريخ تاريخ في الملوك ديالها في المسائل ديالها في كل شيء ديالها، بغيناها تكون بواحد القدوه لينا كاملين حنا والقدوه للجيل اللي جاي ديالنا حنايا. حنا اللي كنتظروا السلطه المحليه المسائل اللي كتشرف على هذا الشيء هذا بغينا تكون توقف واحد الوقفه اللي هي صامده وتصلح لنا المسائل ديالنا. تتعدي الواجب نتاعكم تاع الجبايات كنأدي الواجب ديال الشبابيك ديالنا كنأدي الواجب ديال الارصفه كنأدي جميع البنود المحطه. اذا هذا الشيء هذا شوي كيخصو يستغل المحطه باش تكون مبتهجه. يعني مادام يجي السائح يجي اجنبي يجي المواطن يدخل بوجه احمر المحطه الطرقيه.